سفاري العين اللي يزيدها جمالية موقعها كخلفية لها كجبل حفيت الممتد من جبال من سلسلة جبال الحجر. مستقبلاً راح تكون السفاري موطناً رئيسياً لتجارب صون الطبيعة والحفاظ على أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض. نحن في عندنا في سفاري العين حالياً عندنا مجموعة من الحيوانات منقرضة من الحياة الطبيعية مثل المها أبو حراب والظبي أبو عدس، وكذلك توجد عندنا بعض الحيوانات الكبيرة مثل الأسد مثل وحيد القرن مثل الزرافات. طبعاً سفاري العين مساحتها 217 هكتار وافتتح الآن 54 هكتار اللي هي السفاري الأفريقية، وجميع الحيوانات اللي فيها تعتبر من أفريقيا. كذلك اللي يميزها وجود مجموعة كبيرة من النباتات، وسوف تكون موطن رئيسي لبرامج صون الطبيعة. نحن في سفاري العين حاليا عندنا تجارب للزوار عدة أنواع من الباقات موجودة عندنا حاليا، تجربة فريدة من نوعها في المنطقة راح تكون داعم رئيسي للسياحة في مدينة العين بشكل خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. في أشياء تميز سفاري العين لأنها بقيادة مرشدين ومرشدات سياحيين إماراتيين يقدمون المعلومة للزائر بطعم إماراتي. مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء مركز معرفي وتعليمي. هذا المركز يعتبر من أهم المراكز أو أبرز المعالم الموجودة في دولة الإمارات في مجال الاستدامة، ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء حاز هذا المركز على جوائز، منها جائزة الاستدامة في مجال التصميم اللي هي جائزة الخمس لآلة وجائزة اللي هي بشكل عام العالمية اللي هي جائزة ليد للاستدامة. يحتوي المركز على 5 معارض، هذه المعارض تتكلم عن حياة الشيخ زايد، بداية من حياة الشيخ زايد إلى المستقبل، نتكلم عن الشيخ زايد، إنجازات الشيخ زايد في مدينة العين، في مدينة أبوظبي وبشكل عام في دولة الإمارات، ننتقل إلى الماضي، كيف كان الماضي أو كيف كانت دولة الإمارات في الماضي وبالتحديد أبوظبي ومنطقة العين والغربية، ننتقل أيضا إلى الحيوانات اللي عاشت في مدينة العين وفي أبوظبي والغربية، حيوانات سواء كانت برية أو بحرية، بعدها ننتقل إلى حياتنا أو كيف طبق أهالينا مفهوم الاستدامة قديما، كيف طبقوها وكيف حاولوا يتكيفون مع الأجواء الصعبة الموجودة هنا في دولة الإمارات. في الأخير ننتقل إلى اللي هو معرض نحو المستقبل، هذا المعرض يتكلم عن نظرتنا نحو مفهوم الاستدامة وكيف حاولنا نطبقه بشكل خاص هنا في دولة الإمارات، كيف الحكومة وكيف الأفراد يحاولون يطبقون هذا المفهوم هنا في دولة الإمارات.